الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحمده سبحانه وتعالى على عظيم الفضل وواسع الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجي قائلها يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطوى رسول الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، وهي خير زاد ليوم المعاد، فاتقوا الله في السر والعلانية. واسمعوا معي قول الله عز وجل في كتابه العزيز حيث قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحباب رسول الله، إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وإن التخلف عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفشل والتفرقة، فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نلتزم بتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام لنكون جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وإن في غزوة أحد عبرة
للمسلمين يأخذون منها أن طريق الفلاح يوم القيامة هو الالتزام بإرشادات النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع أبو سفيان بن حرب في عيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، وقالوا كلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، وقالوا إن محمدا قد وتركم أي قتلكم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه علنا أن ندرك منه سحرا ممن أصاب منا. فاجتمعت قريش لحرب رسول الله، وانضم إليها بعض القبائل وكانوا 3000، وخرجت هند بنت عتبة مع النسوة في الهواجج يقرعن الطبول ويحرضن الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلوا ببطن الوادي الذي قبل أحد، وكان رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وندموا على ذلك وكانوا متحمسين للقاء القوم ليبلوا ما أبلى إخوانهم، فرحوا واستبشروا لما علموا بقدوم قريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا ليلة الجمعة في شوال، فجاءه نفر من أصحابه فقص عليهم الرؤيا، وأولها بقتل بعض أصحابه ورجل من أهل بيته، ثم استشار الناس قال: إن رأيتم أن تخرجوا إليهم وتقاتلوهم حيث هم فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا عليكم المدينة قاتلتموهم فيها. فقام رجال ممن أكرمهم الله بالشهادة في أحد وكانوا متحمسين للقتال، قالوا: اخرج بنا يا رسول الله، لا يرون أنا جبنا عنهم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين في المدينة ولم يكن النبي يعلم حاله، وفيه نزل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين.
ابن ابي بن سلول اقم في المدينة ولا تخرج اليهم. ولا زال القوم الذين كان من شأنهم حب لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يحركون رسول الله على الخروج، حتى دخل رسول الله وكان ذلك بعد صلاة الجمعة، فلبس لأمته أي درعه وخرج للناس فقالوا استكرهناك يا رسول الله، أي كأننا أجبرناك واضطررناك على الخروج، فاقعد صلى الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي كان أوتي من الشجاعة قوة 40 رجلا. قال: لا ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل، فقال عبد الله بن أبي: أطاعهم وعصاني، والله ما نخرج معه. فرجع ب300 رجل، ومضى النبي في 700 رجل ليقابل 3000. مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى التقى بعسكر الكفار في أحد، فدعا رجل من المشركين للبراز فأحجم الناس، فقام الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وقاتله حتى قتله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل نبي حواريا، والزبير حواري أي من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت راية المسلمين مع علي بن أبي طالب، فلما سأل عن راية المشركين وعرف أنها مع طلحة بن أبي طلحة أخي بني عبد الدار، أعطى الراية مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأمر على الرماة عبد الله بن الزبير، وكان الرماة يومها 50 رجلا، وقال: أيها الرماة، إذا أخذتم منازلكم ورأيتم المسلمين في عسكر الكفار فلا يفارقن أحد منكم مكانه، إني أتقدم إليكم ألا يفارقن أحد منكم مكانه واكفوني الخيل. وبدأت المعركة، فحملت خير المشركين على المسلمين 3 حملات، كل ذلك تنضح باللبن فتعود مغلولة، وحمل المسلمون عليهم فقتلوا من قتلوا ودخلوا عسكرهم. فلما أبصر الرماة ذلك قالوا: والله ما نقعد ها هنا والمسلمون في عسكر الكفار، فتركوا أماكنهم التي عهد إليهم النبي أن لا يتركوها. فلما رأى المشركون ذلك فاجأوهم من الخلف وكروا عليهم بعد أن صار ظهر المسلمين مكشوفا لهم، فقتلوا منهم الكثير. ثم نادى مناد أن
صف المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في حفرة حفرها المشركون حتى وقع فيها المسلمون. وأول من عرف رسول الله بعد أن حلت الهزيمة بأولئك الذين تخلفوا عن أوامر رسول الله كعب بن مالك، فصاح بالناس هذا هو رسول الله. فقام المسلمون وحاربوهم ودافع عن رسول الله 11 نفرا من الأنصار، كانوا يقتلون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي أبو دجانة فتقدم ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي بن خلف وكان من المشركين، وكان يقول في مكة لرسول الله: والله لأقتلنك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بإذن الله أقتلك. فتقدم أبي بن خلف فأراد المسلمون أن يدافعوا عن رسول الله فقال: دعوه. فأخذ حربة ووضعها في ترقوته أي عند رقبته ولم ينزل منه دم، كأنه خبز صغير. فرجع أبي بن خلف وهو يقول: قتلني رسول الله. وهم يقولون له: والله ما بك من شيء. قال: بلى، إني كنت أقول له في مكة: أنا أقتلك. فيقول: والله أنا أقتلك إن شاء الله، والله لو دفق علي محمد لقتلني. ومات قبل أن يعود إلى مكة. وقتل حنظلة بن أبي عامر. ولما أراد المسلمون أن يغسلوه قال: دعوه، فإني رأيت الملائكة تغسله. فسمي بحنظلة غسيل الملائكة. وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي بن حرب بحربة أصابته في سنته، ثم وقع ميتا، ثم شق صدره وأخذ كبد النبي صلى الله كبد حمزة إلى هند بنت عتبة، والتي كانت أوصت وحشيا أن يقتله، فأخذت كبد حمزة ووضعته في فمها ولاكته، فلم تستسغه نفسها فألقته من يدها. ولم يتركوا جثة في تلك المعركة إلا ومثلوا بها إلا جثة حنظلة، لأن أباه كان من المشركين. وانطلق المسلمون يجمعون قتلاهم. وفي تلك المعركة كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينزل منه الدم وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم. وصعد النبي إلى جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر، فجعل جبل أحد يهتز برسول الله وصاحبيه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل برجله وقال: اثبت أحد، فإن عليك رسول الله وصاحبيه. فهدأ الجبل. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد في الجنة، أحد في الجنة، أي أنه ينقل يوم القيامة إلى الجنة. وجميع من قتل من المسلمين 49 رجلا، وعدد من قتل من المشركين 16 رجلا.
وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يعتقد أن رسول الله انهزم في معركة من المعارك، بل كل المعارك التي خاضها كان النصر حليفه، رزق النصر ولكن حصلت الهزيمة والقتل في أولئك الذين خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أي وما أصابكم من القتل والهزيمة لأولئك الذين تخلفوا عن رسول الله والذين تنازعوا وفشلوا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بمشيئة الله عز وجل. فلا يجوز أن يفسر الإذن هنا بمعنى الأمر، وأن يعاقل يقول بأن الله أمر المشركين أن يقتلوا المسلمين، بل الآية معناها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبمشيئة الله وإرادته وليس بأمر الله. وليس للمعتزلة في هذا أن يفسر الآية بمعنى الأمر، لأنه يؤدي إلى معنى فاسد. كذلك لأهل الحق دليل آخر، وهو قوله عز وجل: وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله. في هذه الجملة بيان أن سحر السحرة يضر بإذن الله أي بمشيئته، وليس معناه أن هؤلاء السحرة يعملون السحر ويضرون الناس بأمر الله عز وجل. وفي هاتين الآيتين دليل لأهل الحق بأن المعاصي هي بمشيئة الله عز وجل، ولكن ليست بأمره، كما قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله لا يأمر بالمعاصي، ولكن جميع ما يحدث في هذا العالم من خير وشر هو بمشيئة الله تعالى. لا يجوز أن يعتقد أنه يحصل في هذا العالم شيء يدخل في الوجود من غير مشيئة الله، بل هذا معناه أن الله مغلوب في ملكه. والله تعالى يقول: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. فلا يحصل في العالم شيء بدون مشيئة الله عز وجل. وفي هذه المعركة وفي هذه الغزوة حكمة وعبرة للمسلمين، وهي أن الفلاح هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أن أولئك الذين تخلفوا عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم الهزيمة؟ فالفلاح يا أحبابنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. وقال تعالى: قل، أي قل لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على قلب واحد، وأن يوحد صفوفنا، وأن يقوي شوكتنا، وأن ينصرنا على من عادانا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.